ورد في حديث أخرجه الطبراني كما أذكر ولم أراجعه، قال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى أو يقول الله تبارك وتعالى حديث قدسي إلهي جليل: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وذكر مثل هذا في الصحة والسقم وأشياء أخرى. إني أدبر عبادي ختم فقال بعلمي وأنا الحكيم الخبير. أتركوا أمر تدبير العباد وقسم الأرزاق والحظوظ لي، هذا شأني، صح؟ قال إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له أنت المربوب، أنت الصنعة، أنت الفخار، صح؟ وهو الطيان، هو الخالق، لا إله إلا هو، مين يحتكم على مين؟ هو حر، لا إله إلا هو، لا يسأل عما يفعل. وهو أمنك من أمرين، انتبه، الرب أمننا من أمرين، من العبث، قال ما في عبث، حكمة، حكمة قاضية مهيمنة على كل الأمر. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أيحسب الإنسان يترك سودا، قال ما في الكلام هذا. أفنجعل المسلمين كل، في حكمة، في حكمة، حكمة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المتخالفين، لكن من يدركها صاحبها لا إله إلا هو، لأنها بقدره، إحنا بقدرنا صعب. إيه، وأمنك من الظلم، انتبه، من الظلم. ففي الأخير حتقول أيوة، بشكل، بمنظر، بذكاء، بغباء، بوضع الاجتماعي، بسجون الأربعة بلغة علي شريعتي، أيا كان السجن الاجتماعي، سجن التاريخ والجغرافيا، سجن الأيديولوجيا والميراث والتقية، كل السجون، بكل سجونك، بكل مشروطياتك، تعبي، بكل مشروطياتك، في الآخرة ما تخافش، لن تظلم، لن تظلم. تقولش لا ما اعطانيش ذكاء هذا ويحاسبني، من قالك حيحاسبك زي ما يحاسب؟ لا 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 لا، وضعني في ظروف جرتني الى المعصيه والاجرام حتى القتل والفاحشه، برضه ما تخافش، محطوطه في الميزان، وانا اضع الموازين القسط. ولذلك حساب العالم يوم القيامه مش كحساب الجاهل، واحد ما كان بيعرف، واحد بيعرف مليح، وانا مش صحيح تماما كما قال ايه الاول، وظلم ذوي القربى اشد مضاضه. ها ليش؟ لانه ذوي القربى قريبي، يعرفني ويعرف ايادي البيضاء عليه ويعرف كل ما يتعلق بي ويظلمني. لم يظلمني البعيد، يتجهمني، ممكن لا يعرفني، يظنني مفسدا، مخربا، ظالما، مدسوسا، زنديقا، ولا مش صحيح. فهو يبتغي بظلمه اياي مصلحه الدين والوطن، ممكن عنده عذر، بس انت قريبي، اخوي، كيف تظلمني؟ صعب كثير. نفس الشيء، من علم ليس كمن علم، ولذلك ليس كمن لم يعلم، عفوا، لذلك يبدأ يوم القيامة بحساب العلماء. تخيل، أول ما تؤجج جهنم بالعلماء، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا يسعد به غيرنا ونشقى به نحن، مصيبة أقسم بالله. العلماء، علماء الدين بالذات، ويقال لهم ليس من علم كمن لم يعلم. كنتم بتعرفوا لما الأم يعمل المعصية، لما الأم يشهد بالباطل، لما الأم لم أمي أنا أخذه على قدر معرفته الأمية، بس أنت عالم، تأمر الناس بالإيه؟ بالمعروف ولا تأتيه، وتنهاهم عن المنكر وتأتيه، في حديث أسامة بن زيد، معروف الحديث المخيف الصحيح، هو هذا عدل. إذا أمنك من أن إيه؟ من أن يكون عابثا لا إله إلا هو، لاعبا. قال لك ما خلقنا لاعبين، ما خلقناهم إلا بالحق، مش لعب، ما فيش لعب، ما في عبث، ما في سدى. وأمنك من الظلم، قال لك مش حظك، خلاص أنت بتستريح كمؤمن، الحمد لله، ما يهمنيش سر القدر، ما سرش كذا، أنا لن أظلم. إذا أجتهد، أجتهد وأبغي نفس الخير. يا رسول الله لما قال لهم أنه كل شيء فرغ منه، كل شيء عند الله واضح ومعروف وين، بس هذا لا يعني أننا مجبورون على أن نفعل إيه ما سنفعل، أبدا أبدا، طبيعي، قلناها عدة مرات هذه. فيا رسول الله قالوا أفلا ندع العمل ونتكل؟ إذا هيك، إذا كل شيء فرغ منه خلاص نقعد. قال لا، بل اعملوا كل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك فسيوسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيوسر لعمل أهل الشقاوة. يقول إمامنا مرة أخرى أيضا أبو عبد الله الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وما أحسن ما قال، وقد أحسن ما شاء، قال رحمة الله عليه: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن.
خلقت العبادة لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، يعني المسن، ففي العلم، في علم الله يجري الفتى والمسن، طبعا والعالم والجاهل والكافر والمؤمن كله يجري في علم الله، لا أحد ولا شيء يخرج عن علم الله. نعم، ففي العلم يجري الفتى والمسن. وبعدين يقول إيه؟ فذاك جميل وذاك قبيح، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. إيش شقي وإيش سعيد وإيش قبيح وإيش حسن؟ أعنت ذا وخذلت ذا، وما بعرف والله يعني نسيت الشطر الآخر. إذن هذا هو علم الله، هذا قدر الله النافذ في الخليقة من عندي آخرة يا إخواني وأخواتي. يحدث أحيانا، حدث في هذا العام، حدث في العام الفارط، وتألمنا كثيرا، تألمنا لفتاة في قطاع غزة في بلادنا هناك، رفع الله عنهم البأساء والضراء، نعم، والشحناء والبغضاء. كانت الأولى على دفعتها في الجامعة مش في الثانوية، وجالسة في محفل كبير يحتفل بتخرجها، والأولى على دفعتها، حركوها فإذا هي ميتة. شيء عجيب مؤلم، أعان الله أهلها وأخلف عليهم في مصابهم بها خير. يعني بعد ما شاء الله، فتاة يعني ما شاء الله، والأولى وكانت على جمال وعلى خلق وبحجابها، تموت في لحظة فرحتها الكبرى عند هذه المرحلة من حياتها. نفس الشيء، طبيب ينذر مريضه: يا فلان وصي أوصي، وإذا عندك حقوق طبيب مسلم أعدها إلى أهلها، لم يبقى لك في قيد الحياة ومهلتها إلا إيه؟ زهاء شهرين. تمضي 20 عاما وهذا المريض المنذر بالموت القريب لا يزال حيا، وقد مات الطبيب في مهلة الشهرين. مئات القصص كهذا، يموت الطبيب في المهلة ويعيش المريض، شيء لا يكاد يصدق. شيخ متهدم كبير طاعن في 70 في 80، تحالفت عليه أمراض الدنيا، سكر وضغط وربما حتى أي كلاوي وبروستات، كل الأمراض والقلب والشرايين جميل، يعيش لا يزال يعيش وقد أناف على 90. والطبيب الذي شخص أي بعض أمراضه كان في العقد 3 من عمره ورياضيا ويطمح إلى حياة مديدة طويلة، مات من حين. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. تقول ليش القضية؟ أقول لك سر القدر، سر القدر، الله بده هيك. تكلمش، إذا علمت أن هذا من سر القدر رضيت ولم تسخط، وسلمت وأيقنت وتابعت حياتك بالإيمان لا بالتجديف والخسران. بعدين إياك سر القدر، عشان هيك الإيمان. على فكرة لو القدر مسألة سهلة يمكن أن تدرس كما قلت لكم خطيا وبمعادلات وفلسفات، لماذا نؤمن بها؟ الإيمان كله امتحان، كل قضايا الإيمان امتحان، واضح يا إخواني؟ ولذلك كما وعدتكم لو عدنا إلى كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي رحمة الله عليه، ستقعون على مئات القصص حقيقة، خلينا نقول عشرات حتى لا نبالغ، عشرات القصص والحكاية عمن نجا وهو في لج الهلاك. حكيت لكم بعضها في خطب قديمة، في لج الهلاك نجا. ولو عدتم تستشيرون وتستقرون الحياة العملية، حياة عادية، لوقعتم على عشرات بل مئات القصص عمن هلك وهو على بر النجا، بين أولاده، في مكتبه، بين جنده، هلك من غير علة. شيء غريب، سر القدر، مرة أخرى سر القدر. يحكي المرحوم، ونختم بهذه القصص السريعة، الشيخ علي الطنطاوي الأديب الجميل والفقيه الجليل والقاضي الرائع رحمة الله عليه وروح الله روحه في عليين، يحكي يقول: رأيت مرة بعيني الترام في الشام في دمشق وقد انكسر مقوده، فتصبب من منحدر مسرعا إلى غايته وفي الطريق منعطف، ينعطف عند الجسر يقول، وامرأة بين الخطين بعد المنعطف سمرت رجلاها من إيه؟ من الفزع. شافت ترامب جاي كإيه؟ كالقضاء المستعجل، كعقاب انقض على فريسته، تسمرت المسكينة، أدرينالين، هذه قضية معروفة في الفيزيولوجيا، خلاص انشلت الآن، فايت أور فلايت، تجمدت في مكانها المسكينة
ولم يهرع أحد لتحريكها، لأن الوقت أضيق من أن يتدخل فيموت معها. ما فيش، كلها ثواني الحكاية. بعض الناس أسبلوا عيونهم حتى لا يروا النهاية الصراعية الأليمة لهذه المرأة المسكينة. إلا أن القطار، يقول الشيخ علي الطنطاوي، عند المنعطف خرج عن سكته ودخل مباشرة في حائط على قوم يتسامرون أهل بيت، فقضى عليهم. سر القدر، لا إله إلا الله. من قالت كل الاحتمالات الظاهرية بأن الضحية هي هذه، لم تكن الضحية ونجت، والذين يجلسون في بيتهم وادعين يتداولون ربما الحديث ويتناول عشاءهم مع كؤوس الشاي، جاءهم قضاءهم في لحظة فألحقهم بالأوائل بأسلافهم ممن ماتوا. حكمة عجيبة يا إخواني، حكمة عجيبة وغريبة. مثل هذا كثير يحدث، كثير يا إخواني. يقول: أعرف رجلا من أبطال الثورة السورية، شفته في الثلاثينيات، يعرفه الشيخ طنطاوي، ومعمر، وعمر فوق 90 رحمة الله عليه. يقول: رمى نفسه على الموت 50 مرة، يعني 50 مرة عمليات فدائية، والموت يروغ من تحته ويهرب منه. فيش فائدة، اطلبوا الموت وبكم الحياة. أبو بكر يقول: وانظروا إلى نهايته، وبين كان ذات يوم قائلا في بيته واضع الرأس على مخدته بين أهله، إذ اختصم سكرانان، فأخرج أحدهما مسدسه فأطلق الرصاصة فوقعت في رأس الفدائي الكبير فمات في حينه، نام وما قام. ما الذي يحصل؟ سر القدر، نهاية عجيبة.